شكرا لك، تفضل. اخلاقنا والله زبان ومزرعه العبادي دوبا دين. شكرا لكم. تعرف كيف عارف نظام الله يسامحك على الهواء. الله ارحب مليو. هلا والله يا مكة تلك مزاياك. تعال قول يا مكة. ارسم طريق الخير، موطن القران، ارض السنه والامان. نرحم بعض ونعيش بالحب والاحسان. يا موطن القران، ارض السلام والامان. نرحم بعض ونعيش بالحب والاحسان. يا موطن القران، ارض السلام والامان. نرحم بعض ونعيش بالحب والاحساس. شبابنا معنا. قلبي حافظ قلباتك كلها. والله انا اتوقع يوم بيجينا في الساعه سؤال، اقرب ساعه قحطاني يوم قسم بالله بعض الرجيل ودك الله يخلق تحت لسانه عجمه. ما في سؤال. ما يسولف. لا تقول مثل عليك بصراحه. تعال كلامك صحيح. اللهم شباب اللي معاه ساعه بس. معي ساعه. الساعه 3:30 الا 5 حبيبي. كم يدن عليه؟ 3:30. وانت من اول قول لنا 14. انا رجال طال عمرك احب. مين بدر؟ احنا هناك الساعه كم؟ انا انت خلاص اقول اربيز. انت مره وين اربيز؟ والله اني كان انه ما كنت اقول هلا سدي قنا. انا قنا دار براون نهيك. انا قلت لا ترى ما له صراحه. قال ما له علاقه. وش معنى كذا؟ يعني ما قلت بلسان. يعني 3:30. طيب خلاص صحيح كلامه. هذا كلام قاله احنا هناك قبل. على الساعة كم قلتها؟ طيب انت ليه زعلان؟ على الساعة كم قلتها الكلام ده؟ ايش اللي زعلك؟ والله طبعا جد. خلاني اشرب مويه يا اخي بكثرة. على الساعة كم قلتها الكلام ده انا؟ انت تشرب مويه بكثرة؟ الساعة 2:30. الساعة 3:00. ايش دبره؟ طيب بالتقريب. اخوان كل مكان افضل من مكان، مين اللي اكله سابع؟ لا ابو ياسر. عمر الشيري. ابو ياسر تعبان شوي. نادر ما خلي يشيل. والله العظيم. والله مين يا عمر؟ وش الدول اللي قد سافرت؟ حركات الهدايا. وش الدول اللي قد سافرت لها؟ عندي واجب هذا في الحين سبقة السعي بكره. الحين سعد بهاي طالع يقول انا رحت احنا عشان ما نعرف نسافر. يلا والله العظيم انا ما ابدأها من ورا التريلات ذا. سعد والله بصراحة فاكر ذاك اليوم جلسنا في الكرويت تقول انا سافرت مره وسافرت يا اخي ذاك اليوم بكيت انا في الغرفة. ليه؟ ما قد سافرت. هو حق القصه حق صراحه. اقرب طايره يا سعد سابع عليها بتطيح. شو بقولك بالحين؟ اعوذ بالله يا شيخ عبد الله. اعتقد افضل شيء من الله يا اخوي. سعد يا اخي ابو البراء بعلم حاجه. ابو البراء انا كان في تذكره جايتني هديه تسوي لي قبل امس. ابو العجاج مدري ليش يا كثر رعاياتك. لا انعميت والله. والله جات سعد تصير صديقي. جات الصدعه عليك. اكيد قول خير يا عيال. قول خير محمد قائد الاستديو. تعرفه؟ رجع القطار الحين انت والله. عود القصه طويله. كيف بس والله طيب. سلم لي عليه وقال كويس جنب. سلم عليه. اخو شو اسمه؟ تعال جد صغير. اعرف ولد اخو صغير بس كلمني عشان اللي تو غير حجر صدى. لا مغير حجر بس انه يعني ممكن يغير. يخد كل نفس اللي عرفته. قسما بالله العظيم منك لديت. الله يخليك. لا يا اخي كذا ممتع الولد هذا. الله يخليك. صدق عليك. انت اول مره تقول لك ممتاز. ايه تعرف كيف؟ لا قالوا لي كثير بس اول مره تقول لي والله. تلعب بلاي ستيشن؟ كلها ابتدائي. ليه باين؟ لا اشكال. هذا ما تحب بلاي ستيشن. طيب انا حاسبك حق تمام. في دراجه. قلت لواحد من الشباب اشتري دراجه. قال لا لا تشتري دراجه. قلت ليش؟ قال والله مي لايق عليك. والله تبغى الصراحه مي لايق عليك. والله تشكل. لا ذيك الايام كنا نشوت الارض ونلعب في الاسفلت وكذا بس ما ادري ليش قال لي ذي الهرجه يعني. تخت تذكره؟ صدق والله. اخي. تكمل الحاره تعوف يا. والله ترجع بس كنت راجع من جد زي ما انت. والله العظيم. قسم بالله العظيم يا كنت ادخل البيت هذا كله اسود. رايح في رجمه. سعد قسم بالله العظيم. كذا. اجي اوصل كذا ركبتي رايح في رجمه. كنت تعبان. زبد. وش يقول ابوي؟ يا اخي على طول عمره. إذا ياخذ الكرة وحطها ركبتك ان شاء الله تطيب. قسم بالله العظيم. انا مستحيل العب في الشارع. انت بحضر. ايش؟ لا لا من صغر. لا بدوي يطلع. سل عنه بودي طلع ولا لا؟ حبيبي قسما بالله اني ارجع للبيت.
ورب البيت يا رجلي كان هاشف ثوبي ذا اسوات نزلت قوي اقول اني اجلس اربع يوم اغسلها لقى هذا اسطو فلاش سعد انت لحقت والله وصلت الرساله ما ادري اقول لك والله تجلس اربع ايام واسخر يدين كلنا نلعب حافين في الحاره بالبره اذا ما شهر المنطقه هذه اذا ما انقطعت من الزفلت من بوتش الزفلت انا مو بلع انا ما صح مو بلع اركب اركب تدورك يا فعلا صح غيرت الدنيا بدر ذاك اليوم فكنت في ابتدائي حلقات تحفيظ كل يوم امر من وانا طالع من البيت امر المسعى رجولي الحاره الا يلعبون كوره وابغى العب كوره اوه اعطوني ما اعطاك الله قلت مالي الا اجيب خطه حلوه واروح بعد الصلاه المدرس اقول له انا طبعا هو سعودي قلت له انا بطلع عندي شو اسمه موعد مع ابوي انا ما جاء في بالي اني بدق على ابوي اوف ويدق على ابوي قال له محمد عنده موعد قال لا قال تراه طلع استاذ انا طلعت وقاعدين نلعب وين قدام المسجد حول البيت جنب اي المسجد يعني جنب منها طالع عند المسجد نفس والعب الا في جيب لكسز يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي ما انتبهت ما ادري من هو ذا شوي وقف الجيب لكسز يفتح الدريشه واحد ينادي كان احد اعطى وجه وانا وقف اسهب وذا فهمت شلون اني جايف كل ما الا ناظر الا ابوي مع ماخ تو ماخ سياره وش زي كذا ما ادري انها سياره ابوي ذي واركب معه ايش المقطع عشان المقطع شفتين على النبي صلي على النبي يا رجل العظيم دخلت البيت كنت صاير ابتدائي وادخل البيت قاعد يقول لي السبات اللي كنت اسبها حراج كذا وكذا وطق لي طق بعدها مستحيل امر حتى سلام ما اسلم عليهم دول خلاص مقاطعه تمر اي سياره اقول هذا ابوي توبه توبه درس يا صديقي حتى انت يا سعد على ايام اختبارات نهائيه يلعبون بعد اختبارات لك عليهم لا احنا انا وضعي لا كنا نركب سياره وانواع الفرفره خلي ورفره سيار ما احب الكوره نركب سياره تدور روح الحواري تجمع فيها روح حاره فلان روح حاره فلان تحب النوت تحبونها مويه لا سعد انت وقتك على النفخ نفخ نفخ يا جدعان حراد ما ودك والله ما يقدر والله احنا النفخ ذي كنا نعرف في رمضان صباح رمضان ايه في رمضان نلعب المباريات في اختبارات ونقفلها اختبارات اختبارات في رمضان رمضان طالع سامي سامي الله يخبر الدرب والله يا ناس ابو خياي لا للاسف للاسف النفخ الله يستر عليك عاد اللي عنده البيض لا البيض البيض جديدة ذي لا البيض جديدة لا في في الوقت الحين ذولا حقين بيض لا 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 مركب واحدة اللي يدخل الحارة احنا كنا ندخل في السيارات معنا خزران خزرانة هل تتوقع من شيء طلع مع طلع وتوقع شيء ما انت القرار عندك فل قرار صوت القرار مرة لا لك جواب اسمه لا محمد قرار الجواب لا قرار قرار الجواب ايه ايه سبانو فحبوا بعضكم البعض وتسامحوا وتصافحوا ويشهد الله اني احبكم واسال الله كما جمعني في ذا المكان يجمعني في جنات النعيم وهذا حق بدر خريع قال لي جزاك الله خير عنده برنامج مسابقه يا مسابقه يا عمران يخدني نلعب لعبه بعد الفجر يا اخوانا بعد الفجر نبغى مويه بالثلاجه يا اكسل خليك تفطر لا والله صعب انتوا احنا نجيب لك فن تعال يا احمد يصير كل يوم يعطي بعض الاجابه والتصويت مويه 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 سبحان الله يسعدك يا اخي لا تكون باردة بزيادة عشان ابوي لا يشوفني متسعود يعطوا تحت رجمة يعني ما نبي ابيض اقسم بالله يا عيال اشتقت للرياض والله انا اشتقت للرس والله 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 انا اشتقت لمكة يا شباب اي صح مكة انا من النوع اللي يجي فيها خذ عبرتك ديول اي والله الجلوس بالمدينه الحين ما كاني في المدينه ما اطلع اروح واجي بس انا شفت السعد حسيت انك اي والله هذا هو صح السعد لو شفتها
إيه أنا الحين هنا يعني. شوف العالم تأخذ عمراتي تمشي. ولا في من يحن على أهله وزوجه وأولاده. وإحنا ما ترتاحوا عندنا؟ إلا كيد نرتاح. معنا أنا عبيد هو يدرج قدامه. خلاص الحين عرفتنا يعني ما تيجي عمره. سبحان الله اللي يسكب المدينة ما يطلع عنها. ما حلت على يوسف والديار شغفنا قلبي ولكن حب سكن الديار يا معشر وما حب الديار سكننا قلبي ولكن حب الديار شغفنا قلبي ومن حب الديار وما حب وما حب وما حب الديار شغفا شغفا ادلج وما حب الديار الا شغفا شغفا الله شعف وما حب الديار شغف قلبي موت وما حب اوكي احنا مش دير اصبر اسمع سعد انا بعطيك وانت قول يلا اعطيك اكثر من مقام محمد يا صعب محمد تكفى وش والله سهلة ما عليك سهلة أنا ماني بفعل يا خنان تعلم 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 جيت هنا عشان تعلم أنت وما حب الديار شغفنا قلبي الشغف يلا هذا كرد روح وما حب الديار شغفنا قلبي حلو جابها صح يلا روح وما ايش وما لا انت كذا حجاز لا وما حب الديار يلا وما حب الديار شغفنا قلبي الله حلو ولكن ولكن حب من سكن الديار ولكن حب من سكن الديار طيب عندك مقام ثاني سهل سهل قلبي سكن قلبي سكن الديار قلبي سكن الديار قلبي سكن الديار قلبي عطا ولد سوا قلبي هلا رمضان تعبان اوكي يلا مقام ثاني سهل وما حب الديار سكن قلبي هذا حجاز يلا وما سكن ليش انت جيت تنشد تقول وما زين افتح فمك يا اخوي دقيقة لا تعطيني المقام عبد الحمد وما لا والله جربت ذبحته والله كذا شفت وما زين يا اخي عندي لقمة في حلقي الله بس بس وما حب الديار شغف لا فين عند اللغو قام هذا اللقمة انشبت فيني الحين انا اطلع المقام الكلمات وما سكنت لا وما حب الديار خلينا انت تحوس القصيدة تحوس حوس يعني لا عاد المقام بدا وقت الدرامة لا بس اللحن اللي قاله حلو تو قله بالله قله وما حب الديار شغفا قلبي لا اللحن السريع اللحن السريع وما حب قلبي سكن الديار قاسم علي حبيبي علي قاسم ايوه ودينا الروضه ايوه عند ماما نجله تهب لي موزه اربع شلوا الجمل والجمل ما شل لهم اربع شلوا الجمل والجمل ما شل الخنجر يا علي قاسم ها معنا اتصال الو هلا مرحبا الو شوفوا شغال الو
وشو؟ إربيس العقود حلفتوها؟ اسمع اسمع انت سولف استهد بالله يا رجال. اي انا باخذ الاتصال بروح اقرب باخذ الاتصال. انا نمزح يا سام. سام والله نمزح. ها قسم بالله عادي يا رجل. ها بدر قل لي يعطينا الاتصال. عطى اتصال يا منيب وانت صار على صوت التلفزيون. رب ما سولف سولف. الو الو السلام عليكم. ياخذ اتصال والله جو شيل هذا شيل ما في الا حبه. استاذ عبيد. الو الو هلا مرحبا شلونك عبيد؟